كيفاش الكلية تحكم هذو؟ عليها الاكسبيرينس في الكلوب وليد؟ اكسبيرونس في الكلوب ممتازة، يعني النادي الافريقي هو اللي كان سبب باش كوني انا معناتها تعرفت وطلعت اول مقابلات. كنت نقرا في الليسي حنا بعد في كارتاج ونلعب سينيور، كيف فهمتي وقت الليسي وسينيور وتلفزة يعني ما نجمش سي تهبل با شوية دونيه طول الحكاية. المون. اي بالطبيعة معناها ملاعب صغير اي انسان يتمنى يلعب في فريق كبير ويكون يقرا وعليه يعني الاضواء العينين والاهتمام وكذا والمعجبات تي معجبين ومعجبات الكلام هذاك كله يعني موجود، فهمت؟ دونك اكسبيريونس ممتازة برشا، تقريبا 6 ولا 7 مواسم منهم 4 في ليجون و3 في السينيور ومن بعد قصدت ربي الروسيا وقتها حسيت كان وقعت تهميشك شوية وليد، كل مرة في بوست هاو ديفونسور هاو بيفو هاو اتاكون. مع برترون مارشون. هو اي الحقيقة راهو الحقيقة تكنيكمون بارلون راهو هو معناتها ما كانش غلط، راهو باش نقول لك علاش. خاطرني انا بوليفالون نجم يعني، وفما مقابلات لعبتهم معناتها في النادي الافريقي في الميلو تيران خرجت راحة معناتها محترمين خلينا نقولوا معناها. لا هو النادي الافريقي استحقني وقت اللي يبدا فما غياب وقت نتاع الاسعد الورتيني الله يرحمه نعم. الا وسام يحيى ولا اللي كانوا هما يعني لي دو بيفو وقت مع اسامه السلامي كانوا لي دو بيفو الموجودين فيكس ديما نلعب انا معناها في الوسط استحقني اتاكون زاد كيف كيف، اما الاكثريه في الميلو تيران جبت روحي شويه في النادي الافريقي، اما في اللاكس زاد كيف كيف سورتو في الزوز مواسم الاولانيين مع نبيل معلول ومن بعد جاء معناتها يوسف الزواوي سيزون تاع 2005 2006 لعبت معاه مقابلات ما تسميهش ومن بعد تهميش معناها انت. تهميش شنو تهميش مش حكايه لي بوست، انا نورمال نلعب قلت لك بوليفالون نجم ندبر راسي، اما في وقت من الاوقات استحقيت انا باش نكون كيما نقولوا تيتولير ولعبوا ناس قبلي معناها. وقتاش هذا؟ هذايا عام العام الاولين 2004 2005 وقتها كنت نلعب تيتولير يوسف الزواوي مدرب ونبي معلول. نبيل معلول مدرب وتنحى وقت ماتش قفصه في قفصه كان تتذكروا، ومن بعد شد سمير سليم وقيس لي يعقوب البريود هذيك اللي وقت زوز ديربيات جاوا مع بعضهم تاع 2-2 و4 بشيء في الكوب بيناتهم ماتش باجا في باجا اللي وقتها نزلت فيه باجا القسم الثاني حسيلو هذا تاريخ هذا. حكيت على انا تنحيت كنت تيتولير وتنحيت بتاع علت وكوني انا ما عنديش اكسبيريونس وجوار صغير وكل شيء وقت عملت ترابلسي ان شاء الله ربي يخلص وحلو وفرج عليه ويسامحه فهمتني. يسامحه على شنو؟ معناها كلهم مع بعضهم هذوما يعني نحب يسامحوا على شنو؟ اي خاطر معناها كشخص يعني معناها هو ممكن فما حاجات ايجابيه عنده حاجات سلبيه كما اي انسان دونك يسامحوا ممكن على اغلاط معينه اللي خليته يوصل هو للسيتواسيون هذيك. بريف انت غلطت معاك للموضوع انا خاطر عندي سؤال على عملت لابلسي غلطت معاك عملت لابلسي انا ما غلطتش معايا انا غلطت معايا كي نحاوني كنت تيتولير ونحاوني هذيك هي يعني امور فنيه كرويه بحته. خالد المولي قبل قال لي تحاول بطريقه خادمه على الملاعبيه تي تعلي خاطر شوف هو معناتها كانسان عنده بوفوار وكل شيء عنده كل معناتها الحكايه نتاع متكبر هكايا وحتى طريقه تعامله مع الملاعبيه ماهيش كلي نتاع اميتي اكثر منها معناتها انا فلان اكثر منه معناتها يكون صحاح صار لكم معاه حاجاته والله حاجات بيرسونيل خاطر كنت صغير ممكن الاولاد اللي اكبر مني وقتها انا والطرحه نتاعي جينيراسيون الاولاد اللي في عمري واللي اكبر مني شويه واصغر مني شويه متخبين وراهم صحيح ما كناش اون كونتاكت ديريكت معاه الاخرين الكبارات كانوا يعني فاست اللي فك الكراهه بالملاعبين هاي هذيك بعد الدربي اللي خسرناها اربعه بلاش انت هاي. معاهم وقتها ايه ما عنديش كراب انا وقتها نزلت ما عملتش كراب اللي عندهم كراب فك لهم هاي فك لهم الكراهب ووقت حسيلو ذي 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 تذكروها الاولاد صارت برشا فازيل وجمهور وقتها جا للبارك وتغشش وحتى وصل على الملاعبيه طلع فوق الفستيرات وخاطر ماك تعرف دي فيتر زينه وقت شو طلع فوق الفستيرات اي الجمهور وقت جاء عمل ثوره قال كيفاش تخسروا واحنا متوسمين فيكم الخير خاطر قبلها الماتش تاع 2-2 العباد فرحت بالروندمون ماشي في بالها النادي الافريقي باش يربح حرب على العكس درامان وقتها زوز دراما وبعد عدلت الترجي التونسي حسيت الفتره ديك كانت حساسه شويه في النادي الافريقي.